قناة النادي الأهلي بنضع جمهورنا في الصورة، الأجواء والكواليس والأخبار، كل الأمور الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. لكن في هذه اللحظات بينضم لي طبعا الناقد الكبير الأستاذ علاء عزت. برحب بيك في البداية أستاذ علاء. عايز أكلمك الأول على أجواء تونس، يمكن أنت خبرة كبيرة وتواجدت في بطولات كثيرة جدا مع النادي الأهلي، لكن كيف ترى هذه الأجواء بعد الفترة اللي فاتت وبعد الأمور الخاصة والمشاحنات الكثيرة جدا خلال الأيام الماضية هنا في تونس؟ في البدايه طبعا برحب بيكم وبرحب بكابتن سالم حفيظ وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي، وبطمنهم ان شاء الله باذن الله هنفرح يوم الجمعه باذن الله وهنحتفل باذن الله بالكاس. انت حضرتك بتكلمني عن الذكريات، انا عايز اقول لك كابتن سالم حفيظ احنا في فندق جولدن تليب، ويا كابتن سالم حفيظ لو حضرتك فاكر ان جولدن تليب ده النادي الاهلي قعد فيه سنه 2001، كنا بنلعب الترجي في الدور قبل النهائي في رمضان 2001 نوفمبر 2001، وطبعا كابتن سالم انت عارف حصل ايه في اليوم ده وعارف مين اللي صعد النادي الاهلي الدور النهائي وطبعا مين صاحب الهدف اللي الاهلي تعادل بيه مع الترجي. فانا اتبسطت جدا جدا ان بعد 16 سنه او بعد 17 سنه برجع لنفس الفندق، فندق جولدن تليب اللي ليه ذكريات كويسه جدا جدا مع النادي الاهلي وتحديدا مع كابتن سالم حفيظ في بطوله 2001. لو بكلمك على المباراه وعلى الاجواء العامه بشكل عام منذ وصولنا المطار، الكتابات اللي ممكن نقول تكتب على هذه المباراه، كمان بتشوف الجمهور واستقبال الناس ازاي كانت في المطار؟ حطينا في الاجواء كده لان جمهور النادي الاهلي حابب يطمن الحاله ماشيه ازاي هنا في تونس. بالطبع الامور اللي حصلت كلها دي نتيجه طبيعيه، تداعيات لمباراه الذهاب. مباراه الذهاب كانت مباراه مثيره جدا، كانت مباراه دراميه، مباراة فيها كواليس كتيرة 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 كتيرة. شفنا الكم الأخبار اللي طلعت عن عقوبات، وكم الأخبار طلعت عن وسائل الإعلام تناولتها بشكل مبالغ فيه، شفنا كم الشائعات اللي حصلت ما بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب. طبعا دي كل تداعيات زادت من إثارة مباراة الإياب، زادت من الحماسة. شفنا قد إيه الناس قلقانة في مصر، الجماهير قلقانة بشكل كبير جدا. يمكن اول مره برصد قلق جمهور النادي الاهلي في مباراه مهمه. النادي الاهلي قاد 12 نهائي قبل كده، لكن ما شفتش قلق حقيقه عند جمهور الاهلي قد المره دي، لان التداعيات كانت كبيره جدا. الاعلام التونسي عمل شغل كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي، خلانا حتى احنا كاعلام مصري بنجري وراه لان عشان ننفي الكلام ده علشان نوضح الحقائق. يعني احنا تعبنا جدا، الاعلام التونسي بصراحه تعبنا جدا جدا معاه من ما فتره ما مباراه الذهاب والساعات الاخيره قبل مباراه الاياب. هو تعبنا جدا لان احنا كنا على طول بنحاول نوضح الحقيقه، لان الجمهور المصري كمان وخاصه جمهور الاهلي كان بيتابع الاعلام التونسي بشكل كبير جدا، فكان دايما على تواصل معانا عايزين يعرفوا ده حقيقه الامور. شفنا حتى النهارده الصبح كان بيقولوا رفع الايقاف، الاتحاد الافريقي رفع الايقاف عن الثنائي شمس الدين الزوادي و اللاعب الفرانك كوم. الناس كانت قلقانه ازاي، وهل الاتحاد الافريقي بيتعامل بميكالين؟ واحنا حتى لدرجه احنا كنا بننفي الشهاده، واحنا اصلا قلقانين ان يكون الخبر ده حقيقي، وكنا بنتواصل مع الاتحاد الافريقي، والحمد لله الاتحاد الافريقي كان موجود معانا بشكل قريب جدا منا. شفنا الوفد من الكاف، وفد كبير جدا تابع تمرين النادي الاهلي امبارح وتابعهم النهارده، واحنا ما كناش بقى محتاجين تواصل، كنا بنتكلمهم على طول فيس تو فيس زي ما بيقولوا، بنسالهم على الكلام ده، كانوا بينفوا الكلام ده كله. كنا بنسال على تامينات، حتى الامن التونسي كان بيكون حريص دايما ان هو ياكد لنا ان كل الامور تمام. لكن يعني احنا الموقف صعب جدا 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 بالنسبه لنا. التاخير اللي حصل امبارح في موعد التدريب وتغيير موعد الملعب كان امر غير مقبول، ولو كانت في ظروف طبيعيه كان ممكن النادي الاهلي كان ممكن يكون لي موقف تاني. لكن النادي الاهلي تجاوز عن بعض الامور عشان خاطر الامور تمشي والمركب تسير زي ما بيقولوا، وما نفسدش جوه اللقاء. لكن الامور كانت صعبه جدا على النادي الاهلي. شفنا الفندق سكن عسكريه بتعليمات كتيره جدا ان احنا ما نتحركش، واحنا ماشيين حتى في الشوارع بنحس حتى وجود الامن معانا، الامن نفسه بيحسسنا فيه قلق. يعني المبالغه الكبيره في التامين ده ما حسسنا ان فيه قلق كبير جدا. لكن الحمد لله اللعيبه قدرت انها تفصل عن الاجواء دي كلها. شفنا لعيبه الحمد لله مركزه بشكل كبير جدا، يعني ملعب التدريب برضو رغم ان هو الملعب الفرع الرادس لكن مش ده الملعب ابدا. النادي الاهلي ادى عليه تدريبين قبل مباراه نهائي دوري ابطال، احنا ممكن نقبل الامر ده لو النادي الاهلي بيلعب في دوله افريقيه فقيره زي غينيا او اي حاجه، كان النادي الاهلي بيتجاوز عن هذه الظروف. لكن نكون في دوله كبيره بحجم تونس والاهلي يتمرن على ملاعب صعبه جدا والاضاءه ضعيفه جدا جدا، مش عارفين نصور مش عارفين حاجه، امور صعبه جدا بالنسبه لنا. زي ما بكرر ان الاعلام التونسي تعبنا معاه،
والاعلام التونسي صدر قلق كبير جدا جدا للجماهير المصريه كلها طبعا وجمهور النادي الاهلي. انا بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي اللي هو اتحمل مشقه كبيره جدا انه يجي النهارده. بشكر جدا كمان العميد محمد مرجان اللي سمح للجمهور رغم طبعا التمرين كان مغلق النهارده سمح لهم. ولما سالته انت ليه سمحت للجمهور ده قال لك انا ما اقدرش اعاقب ناس قطع مسافات كبيره جدا وجايه من دول مختلفه ما اقدرش اعاقبها ان انا احرمها ان اشجع الفرقه. وناس كانت قمه الالتزام وقمه الهدوء جم فتره قليله جدا اقل من 5 دقائق شجعوا الفرقه وانصرفوا في هدوء ما كانوش عايزين حتى يتصوروا مع اللعيبه ولا اي حاجه خالص. كان مجرد وصلوا رساله للجمهور للاعيبه النادي الاهلي اللي هم معاهم وموجودين معاهم. وكل الامور يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير باذن الله. انا عايز اخرج بره المباراه شويه واروح طبعا لواحد من رموز النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وكابتن محمد ابو تريكه. يمكن حب جمهور النادي الاهلي ليه لعيبه جمهور صحفيين ويمكن كان على المستوى الشخصي بقى كابتن ابو تريكه يمكن على علاقه مميزه جدا بيك. النهارده كانت تويتاك كده الناس اتكلمت عليها بشكل كبير جدا يا استاذ علاء. راجل بيرد عليك وبيقول لك يعني ما تتحركش في الفندق كتير. يعني بتشوف الكابتن محمد ابو تريكه والعلاقه الطيبه جدا والمستمره معاك يا استاذ علاء الفتره اللي فاتت دي ازاي؟ والله يمكن من حسن الحظ ان موعد المباراه دي اتصادف مع ابو تريكه لان ابو تريكه عمل اكتر من رساله مهمه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في توقيت مهم جدا. احنا قبل 48 ساعه او اقل من 48 ساعه من موعد نهائي الحلم نهائي المونديال. فالنهارده ابو تريكه النهارده كانت رسالاته كويسه جدا. رده النهارده كان كل رد على كل لاعب من النادي الاهلي هناه بعيد ميلاده كان رده فيه رساله قويه جدا. شفنا رسالته المؤمن زكريا، شفنا رسالته اللي بيدعم شريف اكرامي، بيدعم كل النجوم. يعني كل حد ما بيهنيه بعيد ميلاده بيقول له ركزوا يا رجاله عايزين نفرح سليف كلوبالي. يعني حتى كل اللعيبه كانوا كلهم بيدعمهم بشكل كبير جدا. هو حول عيد ميلاده لمظاهره دعم للنادي الاهلي، يمكن ده شيء ايجابي جدا. وهو طلب مني ان انا ما ركزش مع اللعيبه، لكن انا بطمنه ان شاء الله باذن الله وبقول له دعمك وصل للنادي الاهلي بشكل كويس جدا. دعمك ولعيبه النادي الاهلي كان حافز ليهم بشكل مهم جدا. ويمكن حتى النهارده جمهور النادي الاهلي الموجود في تونس النهارده حرص ان هو يبعت لي انا شخصيا فيديو لابو تريكه. عملوه شخصيا لابو تريكه من على ساحل البحر المتوسط في مدينه تونس، بعتوا وعملوا فيديو لابو تريكه وطلبوا مني ان انا ابعته لابو تريكه. احنا بنقول له كل سنه طيب ابو تريكه ومتشكرين جدا على دعمك الكبير للفريق. وان شاء الله باذن الله زي ما لعبت النادي الاهلي وعدتك ان شاء الله النهارده ان ترد على بعيد ميلادك بدوري الابطال باذن الله. باذن الله يوم الجمعه بالليل كل لعبت النادي الاهلي هتهنيك مره ثانيه بعيد ميلادك وهم شايلين صوره كاس دوري الابطال باذن الله. عايز اروح معاك كمان لامر هام جدا وفني شويه يا استاذ علاء وهو غياب وليد ازارو. نعلم جيدا ان الاهلي بمن حضر عند الدينا بظروف كتيره جدا شبه هذه الظروف، لكن بنشوف غياب ازارو ازاي عن هذه المباراه؟ هل هيبقى دافع ايجابي لفريق النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ولا هياثر شويه بالسلب بحجم وقيمه وليد ازارو؟ يعني احنا ممكن نقول ان غياب وليد ازارو في مباراه نهائي امر طبعا امر مزعج يعني لكن النادي الاهلي خاض كتير جدا جدا نهائيات ومباريات حاسمه ومباريات مصريه بدون وليد ازارو وبدون عدد كبير من النجوم. شفنا يمكن على مدار السنين اللي فاتت دي كلها وانا متابع للنادي الاهلي ومعاهم في كل رحلاتهم النادي الاهلي كان بيغيب عنه نجوم كبار. شفنا قبل كده متعب بيغيب في مباريات مهمه، حتى ابو تريكه نفسه كان بيغيب مباريات مهمه، وائل جمعه كان بيغيب مباريات مهمه، بركات غاب عن نهائي دوري ابطال قبل كده والنادي الاهلي كسب البطوله. لكن الاهلي بمن حضر دي والله مش شعار، ده حقيقه، ده حقيقه فعلا. شفنا النهارده قد ايه يعني مروان محسن وصلاح محسن النهارده ازاي هم حاسين ان عليهم عبء، عليهم دور مهم جدا النهارده ان هم يعوضوا غياب زميلهم وليد ازارو، ان هم بيحملوا مسؤوليه مهمه جدا اعطيكم ان هم يترجموا فرص النادي الاهلي لاهداف باذن الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله هيكون على موعد مع هداف جديد للاهلي باذن الله في نهائي دوري الابطال وليد مروان محسن او صلاح محسن باذن الله، واحملهم باذن الله يكون موفق. لكن انا بقول غياب وليد ازارو مؤثر، لكن سبحان الله يعني رب ضرنا فعلا. يمكن لو كان موجود وليد ازارو هنا كان ممكن يتعرض لمضايقات شديده جدا من جمهور الترجي، لان فعلا جمهور الترجي بيدور على وليد ازارو بيبحثوا عنه. يمكن بيسالوا اكتر اثنين بيسالوا عنهم وليد ازارو ووليد سليمان. فالحمد لله يعني رب ضرنا فعلا غياب وليد ازارو ممكن ده يكون كان في صالحه. شكرا جدا وبالتوفيق يا استاذ علاء. اشكرك جدا. شكرا.
بنشكر اكيد كابتن سيد الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عايزه طبعا على هذه التصريحات. وزي ما بنقول طبعا الاجواء مميزه هنا في فندق الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي، حاله تركيز كبيره بناكد عليها كل مره في رسائلنا كابتن سيد. يمكن الحمد لله التمرين النهارده جرعه تدريبيه، يمكن حاول النادي الاهلي ان هو ما يبقاش فيه بعض الجمل التكتيكيه، بعض الامور الخاصه، لان جمهور النادي الاهلي جه ويمكن بعض الناس كده كانت بتحاول ان هي تصور بالفيديوهات، فكان في حرص شويه ان ما يبقاش في اي تصوير خالص بالفيديو، لان يمكن كان في بعض الجمل التكتيكيه. غدا كمان ان شاء الله كابتن سيد هيكون التدريب الاخير والرئيسي على استاد رادس اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي. باكد على التدريب واكد لك على المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي 5:30 هنا بتوقيت تونس، 6 مساء التدريب الاخير والرئيسي على استاد رادس، يليه اكيد مباشره المؤتمر الصحفي الخاص بالترجي التونسي، ومن بعدها التدريب الاخير ايضا كمان لفريق الترجي التونسي. مستمرين معاك كابتن سيد كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي. وفي خلال لحظات كمان ان شاء الله يكون معانا الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره في لقاء حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.